Hello, everyone on Facebook. For those who don't know me, my name is Zainab Shaib. I'm a reporter here at WTOL Channel 11 News. Our Jensen Strock, she provided you an update from Lucas County and the state of Ohio on the coronavirus in English. And our Roxanne Elias did the same thing in Spanish. And now I'm going to try my best to translate everything that you need to know for the Arabic speaking community. So if this doesn't really pertain to you or you want the Spanish version, you can go ahead and click out of it and scroll down to the bottom for Roxanne Elias's interpretation of the update. Or if you prefer English, you can head over to Jensen Strock's update in English. All you have to do is scroll out of here and scroll down. They just provided you an update a few minutes ago, but here you go in Arabic. اليوم ال بدي اقول انه انا اسمي زينب شعيب اذا ما حدا بيعرفني. أنا بشتغل بالكنال 11 وأنا رح أفسر لكم شو صار بالحكومة شو قالوا عن الكورونا فيروس. الحكومة مايك دوين كان بيحكي اليوم عن بدكم يذكركم عن خليكم بعاد من كل واحد. قال بيقول إنه متر ونص بعاد أحسن. هلا فيكن تظهروا لبرا، فيكن تروحوا على البارك، بس مهم ما فيكن تروحوا على البلاي جراوند مثلا المرجوحة أو يلعبوا يستعوا شي بالإيديهن. فيكن تمشوا، فيكن تركضوا بالبارك، بس مهم خليكن بعد شي متر ونص أو مترين من بعد عن كل واحد. كمان بدي يقول انه المحلات اكيد هلا المحلات مسكرين، ما فينا نشتري ثياب والمطاعم مسكر، فيك تشتروا الاكل بس بدكم ترجعوا على البيت دغري. هلا في مثل مثلا كروجر ومايور فيهم فاتحين، بس كمان فاتحين اول زبون الكبار بالعمر كلهم بيأثروا بالكورونا فيروس. مثلا اذا عندهم سكري او اذا عندهم ربو خليهم هن يروحوا قبل يجيبوا غراضهم مثلا الاكل والشرب هيك اشياء بس، وبعدين رجعوا على البيت دغري. مهم تغسلوا ايديكم قد ما فيكم، وبس تعطسوا غطوا وجهكم احسن. فبيقول بيذكر الحكومة مايك دوين ذكرنا شوي خلينا من بعد وخلي اللي ناس أسرين على الكورونا فيروس يروحوا يشتروا غراضهم قبل. في ساعات غيروا من المحلات عشان كرمال العالم عندهم سكري أو ربو هيك شي، سو خليهم يجيبوا غراضهم قبل. وكنا بيقول إنه المايك دوين الحكومة عن المي، إذا سمح الله الدول سكروا مياتكم فيكن ترجعوا جيبوا مي، بس بدكن تقولون هلا رح يرجعوا يجيبوا المي إذا سكروا المي وما عندكن مي، فيهم يجيبوا لك رجع المي، بس بدكن ترجع تدفعوا، يعني هلا بيرجعوا البلاش بس بدكن ترجعوا تحطوا مصاري فوق منها ولا حتى تبلش من أول جديد. يعني هالمرة مسموح، فإذا سكر عليكم الماي أو شي يرجعوا يفتحوها للدولة وفيكن جيبوا ماي كمان. وهلأ بارح الحكومة بيقول إنه المدارس رح يرجعوا الأولاد بالأيار أول أيار، يعني شهر الخامس أول يوم شهر الخامس. بس هلأ بيقول إنه social distancing، يعني خليكن بعاد من التاني للأيار كمان May 1st، so خليكن بالبيت وغسلوا إيديكن وانتبهوا حالكن قد ما فيكن. so مدل بعد شهر بدنا نضلنا بالبيت، بس معلش مشان صحتنا أكيد، so خليكن بالبيت وما تظهروا كتير، وبس فيكن تظهروا بس مشان الغراض الأكل والشرب. هلا بدي كمان عم بيقول إنه المؤثرين بالكورونا فيروس، هلا هالرقم رح أقلكن إياها بس بأوهايو،
مش بالأمريكا كلها. بأمريكا في ب... sorry عفوا بأوهايو في 2199 عالم عندهم الكورونا فيروس هون بالأوهايو. هيدي مش توليدو، هاي بأوهايو بتذكركم. هلا الله يرحمهم اللي ماتوا من كورونا فيروس بالأوهايو 55 شخص مات من الكورونا فيروس. so please انتبهوا لحالكم، غسلوا ايديكم، بدي رجع عيدة قد ما فيه. و هلا بدي لكم الارقام لوكس كاوني، يعني الولاية عنا حوالينا. لوكس كاوني في 111 شخص عندهم الكورونا فيروس باللوكس كاوني يعني ولايتنا. وهلا في 3 اشخاص ماتوا باللوكس كاوني الله يرحمهم. وبدي لكم انه من هول اللي عندهم الكورونا فيروس هون بهالولايه 61 منهم رجال و 51 منهم نسوان. سو ما بعرف ليش في كتير رجال، بس اكيد هالفيروس ما بيهم المراه او رجال وكبار صغار كلنا بيأثروا فيها. وسنتبعوا حالكم كتير، هالفيروس ما بيهم العمر. اصلا العمر هون بلوكس كاوني من بياكلوا هالفيروس من 19 سنة ل 98 سنة. سو انتبهوا حالكم، يعني ما تفكروا انه اذا صغار بالعمر ما رح تأثر فيكم، لان رح تأثر. مبين انه هون بلوكس كاوني، سو انتبهوا. الله خليكم انتبهوا، غسلوا ايديكم قد ما فيكم وخليكم بالبيت. وخلي الحكومة مايك دوين قال خلي اللي مأثرين بهالفيروس يجيبوا الاكلاتهم وشروا بيروحوا بكير يجيبوا اغراضهم، وبعدين نحنا اكيد فينا نروح بس بعد ما يروحوا ويجيبوا اغراضهم. وإذا حسيتوا حالكم أنتوا عم تشتغلوا والبزنس كتير، يعني بتحسوا حالكم أنه خايفين من الفيروس وحسيتوا أنه ما بيهتموا فيكم، فيكم دقوا لللوكس كاوني هيلث ديبارتمنت، في حدا يترجمكم على العربي إذا بتحكوا عربي ما بتحكوش إنجليزي. الرقم بدي لكم إياها 419-213-4161. هالرقم بدي لكم بعد مرة 419-213-4161. هالرقم كرمال العالم عم يشتغلوا بعد لحديت هلا وعم يحسوا انه وين عم يشتغلوا ما عم بيهتم فيهم وعم بيخليهم يشتغلوا و حاسين حالهم انه مش مرتاحين بالشغل مشان صحتهم، فين يدقوا على هالرقم وفي حدا يترجم لهم بالعربي كمان. وبس اكيد اني رح احكيكم بالعربي لان بدي العرب ليفهموا كمان، لان هي كتير 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 جدا لصحتهم. وانا رح كون صوت للعرب، سو اذا عندكم سؤال او اذا بدكم تخبروني شي قلولي. رح حط الاسم البروفيشنال فيسبوك بيج لإلي، اسمي زينب شعيب اكيد. سو اذا بدكم تحكوا معي او عن بدك تخبروني شيء او سألوني شيء، اي شيء بدكم سألوني وانا رح اجرب قد ما فيه شوف وفتش لحتى لي رد عليكم خبر. سو اذا عند حدا عنده سؤال فيني رد عليكم هلا، بس ما بيبين علي السؤالات. بس for those who are just tuning in, I'm not speaking English, I'm speaking Arabic. This is for the Arabic speaking community that need to know about the updates that the state and the Lucas County Health Department is coming out with these new updates and information. And here at W2L, we feel that everybody should know about this information. So our Roxanne Elias did our Spanish version update earlier, and our Jensen Strock, for those who speak English, did English as well. And
for whatever language you guys speak, you guys are more than welcome to message us and ask us any questions that you may have, of course. But I just wanted to give a quick update to the Arabic speaking community. وأنا رح أعيد اسمي بعد مرة, اسمي زينب شعيب. عربيتي مكسر شوي, بس عم بجرب قد ما فينا لتفسركم شو بيصير بهالولاية وأوهايو وشو بيخبرونا, لأن كل يوم عم بيصير شيء جديد. فما تفكروا إنه صوتكم ما بيأثر, لأن أنا هون كرمالكم وأنا حابة لكم الأبديتس وشو الأخبار بحب بيصير هون. فإذا عندكم سؤال قالوا لي وأنا رح أجرب قد ما فينا شوف وجيبكم الانسرز أكيد. أوكي, سو إذا ما عندكم سؤالات بس بدي قلكم إنه انتبهوا, غسلوا ايديكم وخليكم بالبيت قد ما فيكم. سو شكرا كتير, مع السلامة. و thank you so much for everybody that was tuning in. I'll see you guys tomorrow. وكل يوم رح اطلع احكي معكم عربي وفصلكم شو بيصير. So شوفكم بكرة ان شاء الله. Bye bye guys.